اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. بعد غياب طويل عدنا الى اجواء دوري المحترفين من الجوله الاخيره لدوري الذهاب. 4 مباريات لعبت خلال اليوم الاول، سنتحدث عنها بالتفصيل مع زملائي الاعزاء الاستاذ القدير الحميد. مرحبا بك محمد. مرحبا الوليد. هلا والله سعيد بتواجدك في هذه الحلقه. عصام عبد الله، مرحبا بك عبد الله. مرحبا يا خالد، نرحب فيك ونرحب في مشاهدينا الكرام. ميد يوسف، مرحبا بك ايضا في هذه الحلقه. من نقدم شيء جديد للمشاهد. مرحبتين، وحييك وحيي الكباتن الكبار، وحيي الكابتن احمد عامر اللي خطف الاضواء اليوم. اكيد هو نجم الجوله. في دره الشرق، اتحاد كلباء استقبل الجزيره في لقاء مال لاصحاب الدار بانتصار بهدفين مقابل هدف، لتعود بذلك كتيبه فرهاد الى سكه الانتصارات. العودة إلى دور المحترفين بالنسبة لاتحاد كلباء كانت من بوابة الجزيرة. المواجهة لعبت في درة الشرق على أرض الأصفر. فرهاد مجيدي بحث عن تعديل النتائج السلبية قبل هذه الجولة، والتي أشارت إلى 3 هزائم متتالية في بطولة الدوري. ومن هناك فخر العاصمة بقيادة كايزر بحث عن التقدم أكثر في جدول الترتيب. اللقاء انطلق والضربة الأولى كانت من نصيب أصحاب الأرض عبر أحمد عامر. الضيوف بعدها استشعروا الخطر، ومن ثم جاءت المحاولات التي حملت معها ركلة جزاء انبرى لها الهداف التاريخي علي مبخوت، وبكل هدوء وثقة وضعها في الشباك. الأول انتهى بالتعادل، وفي المشهد الثاني الإصرار كان أكبر من الأصفر الذي بحث عن النقاط الثلاث ولم يكتفي بنتيجة التعادل. تعليمات فرهاد مجيدي نفذت على أرضية الملعب، وفي الدقيقة 88 أحمد عامر عاد من جديد وسجل التقدم للنمور. الله 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 الله. صافرة النهاية أعلنت عودة كلباء إلى سكة الانتصارات، ومن خلالها حقق الفريق أول انتصار له على الجزيرة في تاريخ مواجهات دوري المحترفين. الحمد لله فريقنا من آخر 3 مباريات اشتغلنا عليه فنيا وكإداريا أيضا، والمدرب ما قصر، الجهاز الفني كامل اشتغل وقعد مع اللاعبين وبذلوا جهد كبير حقيقة. يمكن التوقف اللي كان صار شبه طيب للفريق من إعداد وتمارين صبح ومساء، وقعدوا يشتغلوا على التكتيك مع المدرب، والحمد لله أثمر من اللي شفتوه اليوم في المباراة. نحن تعرف بعد رحيل اللاعب ملابا كنا ننتظر المدرب وشو الخيارات اللي يبغيها، هل هو يريد مهاجم صريح، هل هو يريد جناح، هل هو طبعا حسب المركز اللي يحتاجه. ووقع اختياره على اللاعب ديابي، وحسب قناعات المدرب طبعا، والحين حاليا في الفحص الطبي كاتفاقنا وياه اتفاق مبدئي، بس حاليا في الفحص الطبي، ننتظر نتيجة الفحص الطبي وان شاء الله خير. عدنا للانتصارات والعودة احمد، الحمد لله. لعبنا مباراة كبيرة مع فريق كبير نادي الجزيرة، هارد لك نادي الجزيرة، الحمد لله. يعني نحن نهدي هذا الفوز إن شاء الله لمحبين اتحاد كلباء. عندنا فريق متكامل وأنا أشرف عليه من المعسكر الخارجي، وعندنا دكة احتياط جاهزة ومستعدين، يعني شو أقول لك، ينفذوا كل التعليمات، ما ينقصنا شيء. عندنا توليفة جميلة من المواطنين اللي تسعد جماهير الكرة، وهذا شيء يكفي صراحة. والله المدرب قال لنا من البداية أنه ما في حد أساسي وحد احتياط، كلنا نكمل بعض. يعني وين يبغي يوصل أحمد؟ والله هدفي ان شاء الله اكون في منتخب ان شاء الله. والله انا راح اكمل، يعني ان استدعاني ولا ما استدعاني راح اكمل يعني، واشد حيلي وان شاء الله يعني كله خير يعني. يس
أدأنا في الشوط الأول لم يكن كما توقعته، كان الإيقاع بطيئا بشكل واضح. في الشوط الأول تحسن الأداء بشكل كبير، صنعنا العديد من الفرص، هناك كرتان حرمتنا العارضة من تسجيل أهداف بسببها، إضافة إلى بعض العرضيات، لكن الكرة لم تدخل للشباك. يبدو أننا لم نستفيد من الدروس التي قدمتها لنا الكرات الثابتة في النصف الأول من الدوري. حدث ذلك في مباراة شباب الأهلي، حدث ذلك في مباراة بنياس، واليوم حدث قبلنا هدف من كرة ثابتة لم نحسن التعامل معها وبسببها خسرنا المباراة والنقاط. خاصة نباشید میگم به بازیکنهای هر دو تیم، بازی بسیار خوب و با کیفیتی بود. اشکر الفريقين، فريق الجزيرة وفريق اتحاد كلبة، كانت مباراة رائعة. اشكر اللاعبين يعني فريق اتحاد كلبة بسبب المجهود الكبير اللي بذلوه في مباراة اليوم. اعتقد ان ضربة الجزاء التي حصل عليها نادي الجزيرة لم تكن صحيحة، واذا ما كانت موجودة كانت موقفنا بيكون افضل في مباراة اليوم. الفريق لعب بتكتيك وانضباط تكتيكي عالي جدا في مباراة اليوم، وهذا اللي انا انتظره من الفريق في اتحاد كلبة. وثقتي دائما كانت كبيرة في اللاعبين الشباب في اتحاد كلبة، واليوم اثبتوا ذلك. نبدأ معك أحمد، بما أنك تحدثت عن أحمد عامر. أحمد اليوم أثبت نفسه خلال أصلاً الجولات الماضية، قدم أداء لافت. تخيل بأن أحمد لعب 6 مباريات سجل 8 أهداف، رغم ذلك أنا لا أعرف من يضع الإحصائيات أو إلى ماذا يستند المدرب في المنتخب أو ما هي الأرقام اللي يضعها في اعتباره في استدعاء اللاعبين، وهو لاعب في مركز رأس الحربة اللي نفتقده نحن. ما شاء الله عليه، اللاعب يعني مجتهد، وكل ما يدخل حتى في المباريات السابقه كل ما يدخل يسجل هدف، يعني لاعب متميز، لاعب هداف بالفطره. حتى تشوف يعني شكل او طريقه تسجيل الهدف الفوز بطريقه يعني موجه الكره للمرمى بشكل يعني مو باي لاعب يعني يقدر يعمل الطريقه هذه بتوجيه الكره للزاويه الاخرى. فأعتقد أن اللاعب أمام مستقبل إن شاء الله، بس يحافظ على نفسه ويجتهد ويجتهد زيادة ويسمع تعليمات المدربين اللي عنده. وبما أن الحين ما شاء الله يعني هو 24 سنة، فيعني شوف اختيارات المدرب في الفترة الماضية، مدرب المنتخب اعتمد يمكن على لعيبة الخبرة أكثر في مركز الرأس حربة، كان تيغالي ولا كايو. لذلك الفرصة يعني القادمة بتكون سانحة أن المدرب يختار الغرباسي، يعني أكيد يكون مرشح يعني أكيد. يعني هو رد على المدرب اليوم في المباراة بأن اللاعب يستحق أن يكون متواجد ضمن قائمة المنتخب. سمعنا تصريح رئيس مجلس الإدارة يتكلم أن اللاعب القادم يكون عبد الله ديابي، يلعب الجزيرة السابق، يلعب جناح، يعني فرصة أكبر بتكون لأحمد عامر أن يكون يعني يبدأ المباريات في الفترة القادمة وتكون جاهزيته أفضل من الفترة الحالية. نعم، أنا أتكلم عن أحمد بالتحديد أبو عبد الله. بالمناسبة اليوم الانتصار لاتحاد كلبة جاء ب5 لاعبين مواطنين شاركوا في القائمة الأساسية، هم أساسا من أكاديمية النادي. إذا أكاديمية النادي تخرج لك هذا المستوى من اللاعبين، إذا أنت تسير في الاتجاه الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا أقول مو بحظك يا كابتن أروى برينا أن بعد 5 أيام انتهاء كأس الخليج والعالم كذي ويطلعون أحمد عامر مبخوت بهذه الصورة، مو بحظك. ولكن هم أصلا زينين، هم أصلا المفروض يكونون موجودين مثل ما تكلم الكابتن حميد. طالبنا فيه قبل هالمباراة، وحتى لو ما سجل اليوم بعدنا نطالب فيه. أحمد عامر أيضا مبخوت، صحيح سجل لكن من ركلة جزاء، لكن يبقى مبخوت اسم كبير. أتصور اتحاد كلبة من الأندية، يمكن أنا في المراحل موجود، حميد كان موجود وياي في بعض الأوقات في المراحل السنية، يمكن فريق اتحاد كلبة من أكثر الفرق اللي عندها مواهب في الصغار. صدقني من على لو تشوف على مرحلة المنتخبات أيضا من
جيل عادل ابو سلطان حسن عيسى مطار فهد والاجيال اللي بعدها، يمكن الفتره اللي كان فيها ايام دوري الدرجه الاولى والثانيه كانوا مظلومين، لكن اتحاد كلبه من اكثر اللاعبين اللي فيها مواهب وتخدمها تخدم النادي. فتصور احمد عامر واحد من هؤلاء الاولاد اللي كانوا موجودين في اتحاد كلبه، مثل ما قلت في خمس لاعبين موجودين مواطنين. يمكن اتحاد كلبه يتميز بروح المدرب اللي موجوده. نحن الحين ممكن نخلق اعذار للفرق الثانيه، نقول والله فتره توقف وكل شيء، طيب ليش ما اثرت على فريق اتحاد كلبه ويلعب امام منافس ويلعب امام فريق مدجج بالنجوم من حارس المرمى الى راس الحربه؟ لكن الروح اللي كانت موجوده والاداء، يعني اول ما تشوف فريق اتحاد كلبه شفت لعيبه السله واليد اول ما يحضرون 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 فجاه تحصل انقض صحيح كذي، يحضر 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 فجاه اخترق النص وسجل. طريقه لعب احمد عامر وهو مواجه المرمى مو بسهوله، شفت مثل ما قلت لك لعيبه اليد عشان يدخل لاعب الدائره في النص صحيح. ويسجل خالد، يعني حتى ترى طيحة علي خصيف ما كانت يعني بسهولة، لأنه هو أصلاً موه أنه بيلعبها وحطها في زاوية ثانية. تحس بلاعب كبير 24 سنة، ما نقدر نقول عنه لاعب صغير، ما أعرف إذا عمره 24 سنة كم سنة، ما نقدر نقول عنه صغير. نحن دائماً نقول صغير، قلت لك أنا صغير عمره 16 سنة ما كمل 17، لعب في المنتخب ولعب فريق أول، هذا صغير. أما يوصل عمره 23 و 24 و 25 و 26 بعدنا نقول عنه صغير، زي متى بعد ثلاث سنوات بيعتزل صحيح. فعلشان كذي يتصور فريق اتحاد كلبه يشكرون على الجهد اللي قوموا به، يمكن السيد علي كان رئيس شركه كره القدم، اتصور من الناس المتابعين دائما والمتواجدين، ونهنيهم على هذا الفريق اللي نتمنى انه يستمر. هو اكثر فريق جذب الانتباه الى الان بصراحه فريق اتحاد كلبه. اكيد أبو محمد، إذا أنا عندي مثلا خيارات عديدة في مدرسة الكرة كما تحدث سعد علي كانو، عندي أسماء وشباب مستعد أني أصعدهم، فما الحاجة اليوم أن نتعاقد مع مثلا لاعب مثل عبد الله ديابي كما ذكر؟ والله شوف أخوي خالد، طبعا إحنا تحت الهواء كنا نتناقش حول هالموضوع، بس أنا أحب أضيف قبل لا أدخل على موضوع عبد الله ديابي، أحمد عامر بالمناسبة اليوم عنده 7 أهداف. أحمد عامر على فكرة، أو بمعنى أصح فريق اتحاد كلبة في الإحصائيات كلها أكثر فريق أو الفريق الأول في الدوري اللي عنده معدل أصغر معدل أعمار في التشكيل الأساسية. هذا شيء يحسب له يعني. ثاني شيء اللي قدمه اليوم فريق اتحاد كلبة في الشق الدفاعي على مستوى نص الملعب، على مستوى الارتكاز، على مستوى الإضافة، على مستوى الشق الدفاعي، على مستوى التحضير، على مستوى التسجيل، على مستوى اللعب على الأطراف، فتح المباراة من اليمين ومن اليسار، يخلينا احنا نتساءل ليش عبد الله ذيابي تحديدا، يعني ليش اخذ جناح وانا عندي 4 أجنحة او 5 أجنحة عديناهم قبل شوي، بما فيهم عادل، بما فيهم صحيح. احمد جشك بما فيه هالاسماء الموجوده. على كل حال هي رؤيه مدرب، لكن قد تكون للمدرب رؤيه معينه، بس انت الان عندك احمد عامر المهاجم الوحيد الموجود امامك عندك. حقيقه احب اقول ان فعلا احرج اروى بارينا، او مثل ما تفضل ابو عبد الله، ان يعني يا اليوم اللي يثبت هذا الرجل انه هو كان احق ان يكون موجود في كأس الخليج اللي فاتت. احنا نتكلم على فريق مثل الاتحاد، من اللي شفناهم اليوم هو واحد من 3-4 فرق استفادوا من الإيقاف. الاتحاد، الوصل، النصر استفادوا تماما من الإيقاف، وشفنا مدى مردودهم. ثاني شيء، الحاجة المهمة جدا ان يعني فكر فرهاد مجيدي تبين اليوم بشكل واضح تماما على ما قدموه الاتحاد. الاتحاد اليوم اتحاد كلبة يختلفون تماما عن قبل 3-4 جولات أو قبل التوقف. شفتوهم اليوم يقاتلون على الكرة، يلعبون الكونتر أتاك بشكل ممتاز جدا، يحضرون بشكل جيد جدا،
يضغطون على اللاعب حامل الكرة، رغم أن مثل ما تفضلوا الأخوة أن الفرق كبير جدا في الإمكانيات، نتكلم بالإمكانيات الفنية أو في الخبرات، خلينا نقول في الخبرات، لكن هني في إمكانيات فنية موجودة عند اللاعبين عوضت هذا، لذلك كان عندهم إصرار يعني قلما تجد في فرق مثل هالفرق. العامل المهم واللي ذكره أبو عبد الله الآن أن فريق الاتحاد شلبة دائما يكون فريق من عندهم الفئات السنية من أعلى مستوى. بصراحة أنا أقول أن يا شلبة يا اتحاد شلبة ركزوا على القطاع، قطاع الناشئين، ركزوا على الفئات السنية لأن هذا المكسب. نعم. عموما هم عندهم مشروع بالمناسبة، يعني اتحاد كلبة، وتحدثوا عنه سابقا، هم عندهم مشروع صناعة فريق للمستقبل مكون من أبناء النادي، أطلقوا عليه اسمه مشروع النخبة. موجود. ما تفضلت بو الوليد. نعم. وقلت إن 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 هذا أحمد عامر. نعم. ودو لقانيس. نعم. في إسبانيا. صحيح. خاض تجربة احترافية خارجية. تجربة 6 شهور تقريبا، لولا كورونا كان الأمور أكيد. كان كمل يعني. أكيد. أبو محمد، ترى المشكلة الحين فترة الاحتراف، نحن شفنا، عفوا يعني بس إضافة بسيطة، شفنا ماجد راشد من أكاديمية اتحاد كلبة. نعم. شوفوا الأساسي في المنتخب، أساسي في نادي الشارجة. نعم. وشفنا يعني حتى سلطان عادل الفترة الأخيرة كان في صراع من بعض الأندية على انهم يعني يستفيدون منه او يشترونه، لذلك ممكن حتى النادي يستفيد من الامور هذه. صحيح. يحافظ على لعيبته وممكن يستفيد ماديا من ناحيه الاستثمار فيها. نعم. خلينا قبل ما نتحول للمباراه المباراه الوصل، ابو محمد انت ذكرت نقطه بان الخيار في اداره او في اداره الفريق في اتحاد كلبه هي للمدرب. صحيح. ليش أنا كإدارة نادي ما أتدخل؟ لأن عندي أسماء موجودة في هذا المركز، ليش أتعاقد مع لاعب قد ينجح وقد يفشل؟ ثم يعني من خلال السنوات الماضية أبو محمد أنت تعلم بأن صفقات الشتاء دائما أغلبها تكون مجرد يعني إصلاح فقط لوضع معين. عندي أسماء موجودة في هذا المركز، أتعاقد مع لاعبين آخرين لماذا؟ أخوي خالد، تراهي في النهاية تبقى قناعات، يعني ممكن المدرب أقنع شركة الكرة بوجهة نظره، ان وجهة نظري كالتالي 1 2 3 4، وفي النهاية قناعات، يعني احنا نقول وجهة نظرنا واحنا قاعدين، لكن المدرب لرؤية لوجهة نظر ممكن يقنع فيها الأخوة شركة الكرة ان انا بغيت هذا اللاعب نظرا لان انا بلعب بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، واللاعب هذا امكانياته ممكن تضيف للفريق او امكانياته ممكن ترجم افكاري ويقدم لي شيء. اكيد. فأنا أقول في النهاية رؤية المدرب وقناعة الأخوة في شركة. لأن أبو محمد حتى الفترة الماضية المدرب ما كان يعتمد على ملابه بشكل كبير. صحيح. كان يعتمد على أحمد عامر، أحيانا ياسر البلوشي. إحنا مع خلنا نقول التغييرات اللي راح تضيف للفريق تخدم الفريق أكثر، لكن أسماء أتعاقد معها وأخليها على الدكة فرق كثير. بس أخوي خالد، أنا مأخذي الوحيد السن، يعني أنا أقول على 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 عبد الله 31 سنة عمره، لاعب مميز أبو محمد، لاعب عنده مهارة. السن هل السن بالنسبة لرقم؟ هذا شيء ثاني، هذا اللي بنشوفه أكيد. حقق الوصل الفوز على خرفكان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد زعبيل في الجولة 13 ضمن دوري أدنوك للمحترفين، وارتفع رصيد الوصل إلى 25 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، وخرفكان تجمد رصيده عند النقطة 15 في المركز العاشر. عموما ابو عبد الله، قبل ما ننتقل للمباراه
اكيد لان اسعفنا الوقت بالمناسبه عندي دقيقه في كل محور بعبد الله الجزيره. الاسماء الموجوده وكايزر واسلوب اللعب اللي كنا نتغنى به الجزيره يقدم لعب كره قدم برشلونه كان شو اللي حصل؟ هذا اللي تستغرب منه. الجزيره ابتعد عن الجزيره اللي نعرفها خلال 5 سنوات الاخيره، حتى يوم كان يخسر خالد كان اسلوب لعبه. هل الفرق حفظت الجزيره ولا الجزيره شبع من اللعب اللي كان يلعبه؟ حتى التيكي تاكا ما شفناها، 1 2 3 هم الاسماء ترى ما تغيروا، 1 ولا 2 فقط. ديابي لاعب كان مؤثر عندهم وطلع، هل بتجيب انت واحد افضل منه؟ يعني هم الاسماء اللي موجودين الخبره. ان كيف انا الحين ما يهمني السيطره، انا ما شفت ما شفت الجزيره اللعب اللي هو تحس انه ممكن في اي وقت يسجل، اللي ممكن كان يشكل خطوره. صحيح خبره اللاعبين موجوده لكن علامه استفهام. الجزيره مو هم عادوا قيد ميلوس مدافع. بالمناسبه العمود الفقري الاساسي بالنسبه للجزيره موجود، صيف ميلوس رمضان ميلوس ومبخوت. لو شوف الاختراقات كانت في النص، ميلوس مبهو ميلوس، لو شفت كم من كوره انضرب فيها تحس انه يباله مباريات ولكن ما في وقت. عبد الله الجزيره انحفظ اسلوبه تماما لدى ترى هذا اللي هو نقوله نحن، بس انت ابتعدت حتى عن انت اسلوبك ما كان هذاك الضغط العالي من لاعبين خطوره الجزيره. اتصور ان الكور الثابته ابو عبد الله اي نعم، اتصور ان الجزيره يبغي له وقت، يبغي له واحد في النص ينعش الفريق أكثر. بس ما كان سيء ابو عبد الله، ما كان سيء ترى، كره في القائم، كره في العارضه، ما كان محظوظ. انا يوم يكون عندي خصيف وعندي الحمادي في المنتخب وعندي ميلوش وعندي عبد الله رمضان وعندي سيرورو وعندي مبخوت وعندي خلفان مبارك، تبغيني اكون سيء؟ اكيد. المشكله ان يعني بعض اللعيبه ما يكونون في مستوى، مثل عندك بن شرقي اليوم ما كان حاضر، بدل المدرب، تناسي شارك في الشوط الثاني عبد الله رمضان، يعني هو درب لبعض اللاعبين. اكيد. عموما بالنسبه لمواجهه الوصل ابو عبد الله، الوصل انتصر على خرفكان بثلاثيه، هل يمكن نقول بأن هذا الانتصار أعاد للوصل فترة التوقف مثل ما ذكر أبو محمد بأن استفاد من فترة التوقف الفريق، صلح بعض الأمور، واليوم تعاقد مع لاعبين 2 أرجنتينيين للحين ما شفناهم؟ خالد أتصور فريق الوصل ماشي في رتم زين، يعني لو نقارنه بالسنوات الماضية أتصور أنه قاعد يفوز. صحيح خسر في بعض المباريات، شفنا يمكن الهدفين اللي اليوم أحرزهم، ما يقلل من قيمة الوصل، لكن كوبي بيست من كورنر، نفس اللاعب ونفس المكان عشان يتسجل عليك بهذه الطريقه. خلفكان ما كان عنده رده فعل، يمكن ضيع في كورتين كان يقدر يرجع فيهم الشوط الاول، الشوط الاول فقط. بعدين الوصل ضمن المباراه ولعب على السهل. هناك لاعبين يعملون الفارق في فريق مثل الوصل، رغم ان خرفكان ما كان سيء، لكن انت يوم تسمع النتيجه 3-0 تقول ان خرفكان كان سيء الشوط الاول، انا اقصدك، لكن الوصل عرف ياخذ 3 نقاط في النهايه وهذا المهم، وسجل 3 اهداف ايضا، مو بس انه فاز، سجل 3 اهداف. خرفكان في وضع مفروض انه يكون افضل من كذي، خاصه المردود اللي كان في اخر الدور الاول، شوف الدور قبل التوقف خرفكان كان في رتم تصاعدي. نعم، اتصور ان خرفكان يقدر، خرفكان بعيد يمكن عن المنطقه اللي تحت لان الفرق قاعده تخسر. بالنسبة للوصل كابتن حميد، أنا ما أقدر أقول بأن رغم وصوله للمركز الثالث طبعا على لائحة جدول الترتيب مع نهاية مباريات اليوم، بس ما أقدر أقول لك بأن الوصل منافس على لقب الدوري. ليش؟ ما أعرف، ما أشعر بأن هذا الفريق أو هذه المنظومة ككل قادرة على الاستمرار بنفس العطاء في المباريات القادمة. نحن الوصل على فرق الوسط والفرق المؤخرة. ليش ترى المفروض اسال كل لا لا بس بوضح لك نقطة. معاب الوصل يمكن ما فاز على الفرق المنافسة ما عدا الشارجة، فاز على الشارجة ويمكن خسر وتعادل من بعض الفرق المنافسة، لكن كمنافسة دورينا السنة غامضة ترى، لأن الحين ما حد يدري منو اللي بيكون الأول منو الثاني، عقب جولة جولتين الأمور تتغير في سلم الترتيب، من مباراة لمباراة بتشوف تغييرات، يعني اليوم باكر بتشوف امور ثانية، الجولة الجاية بتكون قريبة. لكن انا اقول لك، انا ما اتكلم عن الوصل، انا اتكلم عن خرفكان. نحن شدنا في خرفكان الاخر 5 مباريات، فازوا على الظفرة، فازوا على الدبا، فازوا يعني تعادلوا مع الوحدة 2-2، فالفريق كان في تصاعد. لكن هني نصحنا إدارة خرفكان انه ما يغيرون اللعيبة
تذكر ابو عبد الله صار تغيير بانا اليوناني كان لاعب مؤثر في وسط الملعب ووصلك لوبيز كان لاعب متحرك في كراس حربة الحين عاد وقيد فابيو يدور دودو لا مو بدودو فابيو هذا المهاجم اللي تعور بداية الموسم وطلع بس اليوم دودو ما لعب اليوم ما اعرف انه يعني بعدهم للحين ما سجلوا لاعب مكان بانا اليوناني لذلك لو نحن نصحنا هني ان يستمرون على نفس المجموعه ما دام خذوا التجانس المطلوب وكانوا يعني خاصه في المباراه الاخيره مقدمين مستوى طيب نتائج طيبه فالتغيير اكيد بيضر اكيد على فكره الوصل اليوم لعب المباراه على الجزئيات والوصل من الفرق القليله اليوم اللي استفادت من الكور الثابته بدليل ان سجلوا جولين الكور الهوائيه من كورنرات وهذا يعني واللي سجل مين المدافع على فكره هذا المدافع تقريبا في الجوله هذه احسن مدافع شفته في الاربع مباريات لان عمل تنظيم دفاعي ممتاز جدا وكان هو المسؤول عن الخط الخلفي ومع ذلك ما فيها هجوم سجل كذلك من الكور الثابته ومحمد خلينا نشوف اللقاءات ما بعد هذه المباراه ولا نعوده أعتقد أن التوقفات التي تحدث في هذا الموسم تؤثر بشكل كبير على النسق التنافسي لكل نادي خاصة تلك التي استعادت عافيتها تدريجيا كسر الرتم والعودة من جديد ليس بالأمر السهل إطلاقا بخصوص هذه الفترة مع النادي سبق لي وعيش ضغط المراكز المتوسطة والمتأخرة مع نادي ديجون في فرنسا ونيوكاسل في إنجلترا لكن أؤمن أننا سنكون أفضل بعودة الدوري من خلال توالي المباريات في حد أكيد بيستفيد من التوقف في حد التوقف ما بيكون لأن إذا نتائج إيجابية ما يتمنى التوقف لكن الفريق النتائج السلبي عندي إصابات أكيد بيحتاج لفترة التوقف تكون جيدة بالنسبة لنادي خرفكان والميركاتو لا ان شاء الله متفائلين ان شاء الله بيكون عندنا عمل كبير في المرحله القادمه ان شاء الله في نطاق املنا ان نوصل لدرجه معينه من التجانس بين الفريق الحمد لله اليوم الفريق قدم مباراه جيده بعكس المباراه الاخيره مع فريق خورفكان اللي خسرنا فيها باثقل نتيجه هذا الموسم وتمكنا من الفوز فيها واضاعوا الشباب فرص كبيره بس الحمد لله في النهايه الثلاث نقاط اهم ما نفكر فيها الروح المعنوية الفريق ما انهزم ما خاف يرجع الحمد لله الفريق يؤدي مع غياب المهاجم جيلبرتو من الوصل لأن الوصل قدم مباراة جميلة وفاز فيها نحن ما زلنا ننظر وقدامنا بعض الاقتراحات ونعمل على إن شاء الله نجيب وجوه جديدة في مراكز مختلفة في نادي الوصل ولكن ما نقدر نعين اسم حاليا لين ما ان شاء الله قبل ينتهي الميركاتو بتعلن كل الاسماء. اود ان اهنئ اللاعبين على الاداء المقدم، كنت اتوقع ذلك بالنظر الى العمل في الحصص التدريبيه وفي فتره التوقف بشكل عام، نقدم موسما جيدا وهذا لم ياتي من فراغ. هناك عمل وانضباط وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي تنتظرنا مباراة قوية ضد الوحدة سنحضر لها بشكل جيد يملكون فريقا مميزا كذلك لكن نستطيع تحقيق الهدف بالنسبة للميركاتو نعمل على ذلك بشكل هادئ هناك نقائص سيكون لها تغطية بما يحتاجه الفريق أبو محمد أنا شعرت في حديث العنبري بأن فترة التوقف أضرت بفريقه كثيرا هو تكلم عن نقطة مهمة بأن اليوم إذا أنا أحقق نتائج إيجابية لا أتمنى مسابقة الدوري أن تتوقف لكن إذا عندي مصابين أكيد من الأفضل للمسابقة أن تتوقف لعودة المصابين صحيح خالد بس هو عنده تصريح كابتن عبد العزيز العنبري قبل بداية الجولة هذه وذكر أن التوقف أنا تمكنت من أن على الأقل يعني استشفاء المصابين وترتيب الفريق من أول وجديد والعمل مع الفريق في خلال الفترة هذه بما يتلائم مع أفكاره ومع كذلك المباريات القادمة يعني هو في تصريحه في البداية ما تضرر يعني أو اشتكى من التوقف
اليوم الحقيقة الفريق على عكس الثلاث أربع جولات اللي فاتت، على عكس قبل التوقف يعني، اليوم مثل ما تفضلوا الأخوة فريق خطوط متباعدة تماما، بعكس يمكن فرصتين ثلاث. الخط الخلفي عنده في مسألة التمركز والألعاب الهوائية شفنا جولين من ضربتين ركنيات، يعني في يحتاج الفريق لعمل. ثاني شيء بعض الاستغناءات اللي حصلت عن بعض اللاعبين يعني قد تكون لها تأثير، بس مع ذلك أنا أعتقد أن الخليج مع العنبري بإمكانهم أنهم خورفكان بإمكانهم، يعني هم اليوم عندهم وضعهم نوعا ما مطمئن يعني على مستوى يعني عندهم 15 نقطة وأعتقد وضعهم يعني مش سيء، لكن على الإمكانيات الموجودة يفترض أن يكونون أفضل من كذا. على الإمكانيات فريق عنده إمكانيات، إنينا على الإمكانيات المادية، إنينا كذلك على الزاد البشري موجود عندهم، بس المسألة مسألة ترتيب أمور، وأنا أعتقد كابتن عبد العزيز العنبري بإمكانه أن يرتب أموره في القادم من الأيام مع فريق نادي خورفكان. بالنسبة للوصل سمعنا تصريح الشعفار، إدارة الوصل أساسا تتحدث عن ربما عودة جيلبرتو، بينما في المقابل هناك نادي برازيلي أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب. هل لا نعلم لازلنا هل اللاعب لا زال لاعبا للوصل أم أن على إدارة الوصل البحث عن بديل؟ خالد اللاعب أولا موجود في الدولة ولا خارج الدولة؟ هذا اللي ما نعرفه. حتى إعلان النادي البرازيلي كان بدون صورة. أي نعم أنا سمعت أنه تعاقد مع النادي الثاني، لكن أتصور أنه أكيد أنه ما في يشوف لاعب بقيمة جيلبرتو أو إدارة بخبرة إدارة نادي الوصل بهالسهولة مع السلامة أنا رايح. لا لا في عقد بيني بينك، النادي ما يقدر أصلا كيف بيطرش أوراقه خالد؟ أنت أكيفك تبى تروح روح، أكيفك أنك تبى تروح، بس منو اللي بيبعث أوراقك؟ منو بيسوي لك التنازل؟ منو اللي بيسوي لك هذا كله؟ مو بسهولة. نحن وين قاعدين؟ نحن أصلا وين قاعدين؟ عصام في غموض، يعني الغموض موجود ابو محمد، انا عارف غموض، يمكن في اختلاف بين نحاول تفسير هذا الغموض ابو عبد الله مع المدرب ومع اللاعب. اليوم الكلام كان بان لا نعلم هل بيعود او ما بيعود، اليوم يعني مباراه للفريق، يمكن مش موجود اللاعب في قائمة الفريق، يمكن اللاعب مو مرتاح، راح اجازه فتره توقف، هل بيرجع ولا ما بيرجع؟ عنده ظروفه ما بترجع، تعال بنخلص وياك والنادي. هل في مفاوضات الان بين اللاعب وبين النادي؟ ممكن النادي يطرش ان نحن نبغي اللاعب وهذا العقد وكذي وبيشترونه من تحت. انت ما اشتريت لاعب في الانتقالات الشتويه، ممكن يشترونه. نعم. بدايه الدوري البرازيلي اتصور. نعم الان بدايه الدوري البرازيلي يمكن هناك تكون مفاوضات. في النهايه يعني الوصل لعب مع فريق خورفكان، فريق خورفكان بخالد اتصور انا شفت ان احنا شيء نقول في الامارات في كل شيء متطوره وجميله ورائعه، بس كره القدم شوي. خورفكان جميله، خورفكان ثقافه وعلم وطبيعه وفن واجواء جميله سياحة. وكل شيء وسياحه جميله، بهلا جميله كل شيء. لو كان الفريق شوي بس منتعش في كره القدم راح تحصل فريق خورفكان اللي يحمل اسم المدينه باروع ما يكون. هي جميله طبعا بغض النظر عن كره القدم. اتصور مثل ما قال ابو محمد فريق خورفكان مفروض يكون افضل من كذي مع كل احترامي. الدعم موجود، اللاعبين موجودين، امكانيات الماديه ما تقل عن الفرق المجاوره. تغيير اللاعبين السبب؟ التغيير المستمر في اللاعبين. ممكن التغيير المستمر، ممكن نحن نشوف اللي عدالنا متفوق شوي، نحن لا لازم نكون احسن، لازم يجب ان يكون هناك استقرار. الان شوف خلينا نضرب مثال، كم تبعد خورفكان عن كلبه؟ اتحاد كلبه عن مدينه كلبه يعني 10 دقائق تقريبا من بعد الاربع الخمسه الكبار اللي كانوا في خورفكان والجيل الجميل الرائع اللي كان موجود. يمكن الشباب يعرفونه. كم لاعب طلع من خورفكان من 20 سنه مميز، وفي المقابل في اتحاد كلبه نحن نشيد باللاعبين اللي يطلعون. ففي معناته في هني عمل هني هذا نفسهم ترى ربع ساعة بينهم، إيش معنى أنت عندك لاعبين ويطلعون وأنت ما عندك؟ نفس يمكن نفس تعداد السكان تقريبا ونحن هذا اللي نتكلم عنه، أن الأجواء نفس الشيء بملعب بفنادق بأجواء يعني ربع ساعة نفس الظروف هذا اللي تستغرب منه.
وفوق هذا تحصل في خرفكان ملاعب وناس ويلعبون، ففي عمل مفروض يكون موجود. هل خرفكان أدرى بهذا الشيء؟ ليش مو موجودين هؤلاء اللاعبين؟ الجماهير شفنا في بداية الموسم في خرفكان الكل عائلة مثل كلبة ومثل المناطق اللي محيطة، علشان كذي نتمنى أن خرفكان يكون أفضل من الأندية اللي موجودة، أو على الأقل يكونون نفسهم. نعم. بالنسبة لي أخيرا حميد، بالنسبة لخرفكان، جواب أبو عبد الله بأن التغيير المستمر للاعبين بعض الأحيان يأثر عليك في مسألة الاستقرار. لما يكون عندك منظومة وأنت تشتغل عليها هذه المنظومة وتقدم لك أداء إيجابي على أرضية الملعب، ما الداعي للتغيير؟ هالشيء اللي مستغربين منه نحن، أن الفريق مشى بشكل جيد. أنت في بداية الموسم غيرت لاعبين اضطراريا للإصابة، واللاعب اللي حلوا مكانهم لاعب على مستوى عالي. لوبيز مهاجم كان موجود عند في خرفكان سابقا، راح السعودية ورجع لهم. اليوناني بانا لاعب متميز، الإضافة يعني المهدي بن عبيد كإضافة كانت إضافة جيدة. لذلك كان المفروض الاستقرار مطلوب في الفريق، مش دائما أنا أغير، وخاصة أن النتائج انعكست في الفترة الأخيرة، عمل المدرب، عمل الإدارة، عمل اللاعبين في الفترة الأخيرة، هاي الأمور كلها انعكست على النتائج. يعني تصور أنت مع الوحدة وفي ملعب الوحدة ويعادلون، يتسجل عليهم هدف في الوقت الضايع وهم عقبه بدقيقة يسجلون هدف التعادل. يعني اللعيبة عندهم روح، عندهم قدرات، وعندهم يعني مهارة تساعدهم أنهم يسجلون وأنهم يدافعون بطريقة جيدة ويستمرون. مدرب قدير. يعني نحن كابتن عبد العزيز العنبري عنده خبرة مع نادي الشارجة، وعنده خبرة في حاليا مع خبراته كلها في نادي خرفكان. لابد أن الاستقرار، ما أسمع أن يعني أسمع من ناس ثانيين التبديل لازم تبديل ولازم نغير. لا أنت لازم كمدرب وكشركة كرة القدم تكون عندكم قناعة كاملة باللاعبين الموجودين وتثقون فيهم حتى توصلون للمركز اللي أنتم الأهداف اللي وضعها النادي. المتصدر دخل هذه الجولة من أجل التتويج بلقب الشتاء، واجه النصر المنتعش بصفقاته الجديدة في الميركاتو الحالي في مواجهة رست على التعادل رغم النقص العددي للملك منذ بداية اللقاء. لقب بطل الشتاء كان الهدف بالنسبة للشارقة من الجولة الأخيرة لدور الذهاب، وفيها استقبل نادي النصر العائد ربما مع تعاقداته الأخيرة. كوزمن كان على دراية تامة بصعوبة المواجهة رغم وضع العميد في هذا الموسم. الأزرق بدأ اللقاء بقوة، ملابة الورقة الجديدة في صفوف العميد، ينفرد بالحارس عادل الحسني الذي وقع في المحظور، والقرار كان إشهار الورقة الحمراء في وجهه. درويش محمد المعوض والضحية لون بريرة. الضيوف استمروا بالمد الهجومي، وعادل تعرض بعد أن توغل من الجهة اليمنى كان سببا وراء الهدف الأول الذي جاء بهذه الكيفية. هدف للعميد. ردة الفعل غابت إلى حين الوقت بدل الضائع، حيث كان الملك قريبا من تعديل النتيجة. في المشهد الثاني كتيبة جوران لم تستغل النقص العددي في صفوف الشارقة، وبالتالي الملك عاد من نقطة الجزاء بهدف من نجم الفريق كايو لوكاس. كايو يلعبها الشارقة يعود. ما بعد الهدف الشباك لم تهتز من الجانبين، تعادل وضع نقطة في جعبة كل فريق، لكنها قد تكون بمثابة الثلاث نقاط للشارقة نظرا لمعطيات المواجهة، وقد يبدو التعادل بطعم الهزيمة بالنسبة للنصر بوجهه الجديد بعد الميركاتو الشتوي.
لعبنا ضد أفضل فريق بالدوري وكنا متقدمين عليهم بهدف نظيف. كان يمكننا تسجيل المزيد والسيطرة على المباراة، وكان يجب أن نضيف الثاني لحسم اللقاء. أنا جدا راض عن الصفقات الأخيرة، ولكن ما زال اللاعبون ليسوا بأفضل حالاتهم ولم يشاركوا مع فرقهم السابقة كثيرا، ولذلك هم يحتاجون للمزيد من الوقت من أجل التأقلم والعودة لمستواهم. لا بالعكس، اليوم كنا داخلين المباراة لثلاث نقاط، ما كنا ناويين على النقطة، نعتبرها هذه خسارة اليوم، لكن إن شاء الله في المباريات القادمة إن شاء الله نكون أفضل وأفضل إن شاء الله. والله شوف، أنا أقول لك إذا بنتكلم عن موضوع أن عادل هو سبب التعادل، هي نعم ما نتحمل المسؤولية، أنا اللي أتحملها، لكن نفس ما تقول هاي كرة القدم، يمكن أنا أخذت قرار وطلعت من الجول، سبحان الله يعني طلعنا بالكرت الأحمر، وإن شاء الله يعني الواحد لازم يتعلم من الأخطاء. والله شوف، أنا ما أقدر أقول لك إذا صحيح أو إن مش صحيح، هذا قرار الحكم وأنا أحترم قرار الحكم، يعني أنا ما يعني من ناحيتي أنا ما أحب أتكلم في هذه الأمور بين الحكام. والله العظيم أنا أقول لك، يعني أنا يوم طلعت من الجول يعني أنا ما حسيت بالكور إن دقت إيدي صراحة، أنا يوم شفت الفيديو سبحان الله الكرة جت بيدي يعني بدون قصد، بس لكن هذا قرار الحكم بالنهاية. طبعا هذا شرف لي أن أكون مع هذا النادي الكبير، وإن شاء الله يعني أكون عند حسن ظنهم وأقدم كل ما عندي إن شاء الله في المواسم القادمة. You know, this football, we want to take 3 points. We take only 1 point. Of course, I'm not happy. كنا نود الفوز بثلاثة نقاط، ولكن نلنا نقطة واحدة، وبالتأكيد أنا لست سعيدا بذلك. You know, Al Nassr is a big club. When you see the history of Al Nassr, it's big. So. النصر فريق عظيم، وهذا واضح عندما تشاهد تاريخهم. ربما الوضع الحالي ليس جيدا، ولكن سأسعى لتصحيح مسار الفريق في الأيام القادمة. إن شاء الله بإذن الله راح تكون عودة جديدة. تحدي جديد، انا بالنسبه لي يعني احاول اني ارد مثل ما كنت قبل، بغض النظر عن الظروف اللي مريت فيها قبل، بس ان شاء الله يعني بدايه جديده وان شاء الله توفيق. Eu doresc de fiecare dată să câștig și atunci când nu câștig nu pot fi bucuros. Atmana da e mane a fost. Eu m-a fost Magdala cum farham. Și dacă jucăm în 10 și în 8 și în 7, încercăm să câștigăm. حتى لو لعبنا بعشر لاعبين أو لعبنا بسبع لاعبين عنا إرادة الفوز ومنحاول نلعب للفوز. Nu, au avut un moment după ce am luat roșu în care au cedat și lucrul ăsta nu-mi place pentru că nu trebuie să cedăm niciodată. Când fi fatra بعد la fel cum am demonstrat în repriza a doua, nimic nu era pierdut. بعد حالة الطرد كان في نوع ما لنقول استسلام أو التراجع، وهذا الشيء ما بيعجب الكوتش. تكلم معهم بين الشوطين، الشوط الثاني كانت ردة فعل مغايرة جدا، وهذا الشيء اللي ردة منعاد اللي كان ممكن نقلب النتيجة. وصافين شي مينة شي بوي مينة نحن avem meeting-uri în fiecare zi, discutăm foarte mult, însă mi-au arătat în repriza a doua că și-au dorit și că sunt bărbați. بكره حيكون في اجتماع، نحن كل يوم اجتماع عامة الكوتش بيتشاور. شيء اذا كشتي جيميتشو، اصلا دوريس، صار بوتيا سبير، صار بوتيا سكشتي، دا فراو سافو دورين سالور دا كشتيغا. بكره حيكون في اجتماع، بعد بكره كل يوم الكوتش بيتشاور كثير مع اللعيبه بيتناقش معاهم. لكن كيار داك او جوكا كونو ماي بوتين، ام فازو دورين سالور. مش لازم ننسى انه بالشوط الثاني اللاعبين ادوا اداء عالي جدا، كان في عندهم عزيمه اصرار وهذا الشيء برهنوا عنه. هيدا الشيء اللي ريح الكوتش نوعا ما، انه اللعيبه ما استسلموا بالشوط الثاني، كان في رده فعل مغايره وحاولوا حتى نهايه المباراه قلب النتيجه او الحصول على الفوز. خطأ كلف الشارقة الكثير، خطأ الحارس عادل الحسني. بالمناسبة أبو محمد، إذا نحسب التعثرات لفريق الشارقة هذا الموسم، لو كان تجاوزها في الدور الأول لوجدت الشارقة اليوم متصدر بفارق لا يقل عن 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه. أتفق معك صحيح. أولا خلني أعرج على موضوع الحارس عادل. الحقيقة يعني حارس بقيمة عادل ما كان يفترض أن يخطأ الخطأ اللي صار، بس الخطأ وارد، لكن يعني الخطأ شفت كلف فريقه أنه يلعب منقوص لاعب من دقيقة 17 من زمن المباراة،
سجل فيه جول. المهم يعني خسر نقطتين. أتكلم عن مسألة التعادل. للأسف الشديد الشارجة خسر على ملعبه من الوصل، خسر على ملعبه من الوحدة، يعني خسر أمام الفرق الكبيرة اللي هي تتحداه. تعادل مع العين اليوم، يعني اليوم تعادل، معناته لو تيجي تحسب تلاقي جمل كبير من النقاط ضاعت منه، صحيح. وبالتالي ضياع النقاط هذه ممكن يأثر عليه فيما بعد. الفريق اللي يبغي يكسب يكسب الدوري، ما يخسر على ملعبه إطلاقا ولا يتعادل، خاصة الفريق بحجم الشارجة أو فريق بحجم شباب الأهلي أو فريق بحجم مثلا العين أو بحجم الوحدة أو بحجم الفرق الكبيرة هذه، يفترض ما تخسر على ملعبه أبدا. لذلك اللي قاعد يحصل الآن بالنسبة للشارجة إعادة حسابات لابد إذا بغيت أنت تفوز. لا تنسى أن الشارجة مباراة الجاية حيروح لشباب الأهلي، صحيح. شباب الأهلي باشر عنده مباراة ويا عمان، ظروفها ما تعرف كيف. عمان كسب حيدخل على الخط على طول، شباب الأهلي كسب حيدخل على الخط مباشرة، وبالتالي حيزاحم الشارجة ويصبح الشارجة في وضع صعب. لذلك أنا أقول أن أي فريق يبغي يكسب المهم ملعبه. جانب ثاني، إحنا شفنا كذلك أسلوب الشارجة لا زال هو نفس الأسلوب تبع الدور الأولاني، يعني يحاول يلعب مثل ما يقولون دائما، يعني ألعب على مسألة الأمن والأمان، يعني أكسب هدف وأمن، أكسب هدف وأمن، ألعب برا على الكونتر أتاك وألعب بهالأسلوب. هذا الأسلوب مع فريق بقيمة الشارجة بقيمة لاعبين الشارجة يفترض أن يتغير، يعني يفترض، يعني على المدرب مسؤولية كبيرة في القادم من الأيام في مسألة تغيير الفكر هذا اللي لازال حتى الآن الشارجة يلعب فيه. أنا أعتقد هاي مسؤولية المدرب ومسؤولية اللاعبين. الشارجة عنده عناصر كبيرة يستطيع أنه يغير فيها كثير من معالم نتائجه في القادم من الأيام. نعم أبو عبد الله، بالنسبة لتبريرات كوزمن أنا ما أجدها منطقية. اليوم أنت فريق وفي تحضير الفريق لأي مهمة، ألا يتضمن ذلك التحضير أن تلعب منقص العدد في بعض الظروف؟ ما كنتوا تجهزون لاعبين عشان في بعض الأحيان قد يتعرض لاعب للطرد يكون الفريق جاهز؟ أنت اليوم أمام كنت نهاية مرحلة ذهاب، كنت أمام حتى المحافظة، وعلى الأقل معنويا الشارقة ولاعبي يكسبون ثقة حتى ما قبل مواجهة الإياب في بدايتها اللي هي مواجهة شباب الأهلي. خالد، قبل لا نتكلم عن كوزمن، يمكن الحسبة اللي قالها أبو محمد، الآن ترى كل الفرق جي تحسب. شباب الأهلي تصدق أنا لو ما خسرت هالمباراة وتعادلت هالمباراة، العين يقول صدق العين لو ما تعادل وفاز، والوصل لو ما خسر تصدق هالمباريتين كان أنا الحين متصدر، تصدق الوحدة لو ما خسر المباراة صدق لو ما خسرنا. الآن الفرق السبعة كلها، يمكن آخر عشر سنوات شفنا الفريق اللي نقول نحن بالعامية اللي يطير يطير، والفرق الباقية تتضارب. السنة ما صارت هاي الميزة، العام شفت العين قاعد يفوز 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 وتضارب. السنة تخيل أنت السابع اللي هو العين خمس نقاط الآن الفرق بينه وبين الأول، الفرق كلها بهالطريقة. السيد كوزمن، ليش الجماهير يا أبو عبد الله ترى بأن المستوى الفني عالي وهذا السبب الفني؟ لا، هذه إثارة موجودة بس كمستوى فني موجودة وحاضرة على درجة أقل من 50%، لكن هي إثارة. هذه الفكرة الآن نحن الإثارة يوم تكون شو؟ يوم تكون قوة. الآن أنت ما تعرف أن تفوز، الحين تعرف شو نحن الفرق، يعني نحن ترى مثل الدوري الإنجليزي، بس شوف الليفل اللي هناك كيف الإثارة، وشوف الإثارة هي هناك إثارة وهنا إثارة. ترى إثارة أبو عبد الله على مستوى النتائج، إيه بس مو مستوى ترى الفني، على مستوى الأداء للاعبين ونتائج، يعني لا حد في بعض الأحيان يعني تشاهد تشاهد فريق يهزم فريق حتى متصدر وبعدها يرجع في الجولة الماضية. علي، تواضع كل الأندية، مع كل احترامي، تواضع كل الأندية الآن. منو نحن سبعة؟ منو تعطي الدوري؟ لكن في فريق يقول لك هذا رايح يفوز
اليوم يفوز مباراتين عقب يخسر ثلاثة، يفوز هني طلع لي فريق أفضل من الثاني أبو محمد كمردود بغض النظر عن النتائج. النتائج لازم في فايز وفي خسران أبو محمد، من الفريق اللي ثلاث مباريات كان على نفس المستوى أو أربع مباريات؟ هذه نتكلم عنه، نرجع لسيد كوزمن. سيد كوزمن أنت الطرد هذا متوقع، أنت كمدرب متوقع، بس الآن التصرف، أنت الحين خسرت اثنين أو ما خسرت واحد؟ صحيح خسر الحوسني، أنت متبدل حارس بحارس ما عندك مشكلة، بس أنت الحوسني الآن هني القرار، أطلع منه منو اللي بيخدمني الشوط الثاني، منو اللي بيخدمني إذا تقدم، منو اللي بيخدمني إذا تسجل علي؟ وهذا اللي تكلم عنه أبو محمد، همه كان أن هذا فريق عنده أسماء لاعبين، بس كفريق كمتعة بصراحة أنا شخصيا ولا فريق، مع كل احترامي تشلبة اليوم متعني أكثر من أي فريق، ما في متعة يوم تشوفه. النصر راد يبغي، بالنسبة للنصر ترى مكسب النقطة بغض النظر أنت ناقص واحد ولا ناقص اثنين، النصر راجع من المتصدر يا اخوان، والنصر ترتيبه ال 12 ما ادري ال 11 بيبغي اي نقطه النصر وبيرجع النصر مثل ما كان. لكن الان نحن نتكلم عن فريق الشارجه، فريق الشارجه انت عندك سوبر الان، حتى السوبر مستوى العين والشارجه في نفس الليفل، رغم ان الشارجه الاول والعين السابع. هذا اللي يقوله ابو محمد، لو يلعبون مع بعض ما تعرف من يفوز. دورينا بكره الشباب الاهلي واجمان، هل في مفاجأة؟ بس قبل ثلاث أربع سنوات هي نعم مفاجأة، الأجمان فازوا على شباب الأهلي. إحنا كنا نطالب خالد، بس أحب أضيف شغلة، ترى دورينا ما في ثوابت. نعم أبو محمد، ترى السنوات ما في ثوابت أبدا. أنا بس أحب أنصب فريق واحد اللي هو فاز ثلاث مباريات على التوالي قبل التوقف، عمان. نعم عمان من وجهة نظري الشخصية لما تي تشوف عمل مدرب، تشوف أداء فريق، وتشوف النتائج، تلاقي الثلاث حلقات مربوطة مع بعض. نعم هذا الحقيقة إنصاف لهذا. نعم. الله أعلم باشر شو بيسوي. أكيد سريعا أحمد، سريعا في أقل من دقيقة، إحنا السنوات اللي طافت قاعدين يقولون بأنه والله ليش المنافسة بين فريقين وتستمر لنهاية الموسم هم فريقين، الحين ضافوا لكم سبع أندية في المنافسة، ليش زعلانين بعد؟ قلت لك أنا قبل شوية أن دورينا والغامض السنة ما بياخذ البطولة، حد الآن ما في مؤشرات لأي فريق، كلهم على يعني مستوى واحد من الأول لين السابع. لكن إذا رجعنا للمباراة أنا أقول اليوم مدرب النصر هو اللي ضيع فرصة الفوز اليوم، خاصة في التبديلات اللي عملها. دائما التبديلات المركبة أنك تبدل لاعب أو لاعبين وتغير شكل الفريق بشكل كبير، غير ملعبه دقيقة 65 دخل عمر جمعة، منو اللي راح قدام؟ تعرب، تعرب كان هو أفضل لاعب غادم من الخلف. التغيير الثاني اللي طلع صنقور ودخل سعود عبد الرزاق، ياب الجناح الايمن لراشد عمر حطه بظهير يسار، توزي راح على اليسار، يعني صارت خربطه في الفريق. اغلب تغييراته كانت مركبه. هذا التغيير المركب هو اللي افقد النصر، النصر اليوم طلع بشكل جيد. لكن نصيحه انا اقول للحراس المرمى، للمدافعين، دائما في بدايات كل مباراه اول عشر دقائق ربع ساعه الشوط الاول ممكن لاعب ينفرد على الحارس، ممكن يعدي من مدافع، فما اعرق له، لانك انت هدف واحد كفريق وانت كان مكتمل العدد تقدر تعوض يعني في الوقت الجيد هذا. قبل ما انتقل حق مباراه العين ابو عبد الله، تصريح توميتش يعني غريب نوعا ما، تحدث عن ان اللاعبين اللي تم تعاقد معاهم في النصر هم جاءوا من دكة البدلاء في الفرق الأخرى. طيب أنت قبلت، لا تقدم لي أعذار. لا هو يمكن عشان هالمباراة، يمكن سأل المذيع أن نحن ما شاهدناهم وكلامه صح، لكن بعد مبارتين ثلاث أكيد بيزج فيهم. يعني سلطان ما لعب كلامه منطقي، برغش ما لعب كلامه منطقي، سعود ما كان يلعب، هيكل ما كان يلعب، أبو صنقور ما، فهذيلا ما كانوا يلعبون خالد. لكن نرجع السريع بس نقطة، ترى شوف الآن الإنصاف سبعة ينافسون على الدوري صحيح؟ صح. ولكن انا اقول مفاجاه اذا العين ياخذ دوري على هذا المستوى، صح ولا لا؟ بيكون اقل موسم قدم فيه العين
مستوى ومردود فني وفاز بالدوري. وين الفرق ياخذ دوري السنه؟ وين الفرق؟ ولكن بالانصاف اتصور شباب الاهلي والشارجه هم الاقرب رغم ادائهم. نعم انا بروح للعين. عاد العين بانتصار ثمين سطره على حساب مستضيفه نادي البطائح بثلاثه اهداف مقابل هدفين، وذلك بعد مجريات ماراثونيه احتضنها استاد صقر بن محمد القاسمي، وذلك لحساب الجوله 13 من عمر دوري ادنوك للمحترفين. يذكر ان العين خاض الشوط الثاني بعشره لاعبين بعد خروج لاعبه ايريك جورجينس بالبطاقه الحمراء في نهايه احداث الشوط الاول، وبهذا الفوز رفع العين رصيده إلى 22 نقطة، فيما تجمد رصيد البطائح عند النقطة 13. كابتن مش مبديناش، ولكن لعبنا على قد امكانيتنا في الاول، يعني قراءتنا في الشوط الاول كنا نحاول ما امكن نلعب على المرتدات صراحه، لكن ما بغيتش نفتح في، لكن الوقت اللي كان عندهم طرد استغليت انا الفرصه ديال الطرد، ودائما كما كنقولوا كيكون دائما عند الشوط الثاني كيكون شوط المدربين، فيمكن انا دائما الشوط الثاني كنحاول نلعب الاوراق اللي عندي. الحمد لله شوف الحمد لله الفريق قدم مباراه كبيره، وكنا الحمد لله بين قوسين كنا ناخذوا ثلاث نقاط، ولكن حنا هدينا بثلاث نقاط، هذا هو اللي حز في خاطري، لكن نقول الحمد لله. طبعا اليوم يمكن بدايه المباراه دخل الفريق بشكل ايجابي، وكنا يعني ماشيين مستحوذين وماشيين بشكل ايجابي لغايه 2-0، يعني مع نهايه الشوط الاول صارت عمليه الطرد. اكيد اليوم فريق لما يلعب ناقص اكيد ما مثل اللاعب الفريق اللي يلعب بشكل مكتمل. حاول اللاعبين طبعا يتماسكون اكثر، واعتقد اليوم قدموا مباراه كبيره كبيره كبيره، يعني الكل اعطى جهد مضاعف، وهذا بحد ذاته اليوم شكل مؤشر ايجابي ان الامور ان شاء الله بتكون في قادم الايام مميزه باذن الله مع بدايه مع نهايه الشوط، خلينا نقول الدور الاول وبدايه الدور الثاني. جديد العين نحن اليوم كلنا ثقة في اللاعبين المتواجدين، اليوم كل خانات اللاعبين كانت الأجانب أو المقيمين مكتملة. نحن كإدارة فريق أن علينا ندعم الفريق بكل إمكانياتنا، عندنا ثقة في اللاعبين، عندنا طبعا ثقة في الإدارة، وأكيد الإدارة العليا للنادي ترى مصلحة الفريق وتراعي هذا الشيء. نحن اللي علينا أن الأدوات اليوم الموجودة تحقق الهدف، وإن شاء الله أنه يكون موسم ان شاء الله خلينا نقول الدور الثاني يكون ايجابي باذن الله. ابو محمد، العين انتصر على البطائح، لكن انتصار ايضا كان غير مقنع بالنسبه لفريق بامكانيات وقدرات فريق العين على حساب البطائح. وشوف خالد، ترى العين من بداية الموسم مثل ما تفضلوا الأخوة من بداية الموسم بهالصورة، يعني للأسف يعني أقل من المتوقع وأقل مما كان عليه العين في الموسم الماضي. بس لحظة، بالمناسبة دوري الإمارات ثلاث فئات، فئة تبحث عن البطولة، فئة تبحث عن منطقة الدفع، فئة تبحث عن الهروب عن الهبوط. البطائح من الفرق اللي تبحث عن الهروب عن الهبوط، وهذا وضع طبيعي لان فريق جديد لا زال يعني على المحترفين. العين لا، العين من الفرق اللي تبحث عن الالقاب على البطوله، يعني يفترض انه يكون وضعه افضل من كذي بكثير. اللي قاعدين نشوفه عكس هذا تماما يعني. نعم، البطائح والعين، انتصار للعين ابو عبد الله، لماذا الكل يستبعد العين من المنافسه على لقب الدوري؟ ثم يا اخي شو اللي حصل في العين؟ هي نفس العناصر الموسم الماضي، ما في جديد، تغيير اسمين قلت في الجزيره، ايضا في العين ما تغيرت اسماء الموسم الماضي. اتفق معك، هبوط مستوى بعض اللاعبين، قراءات المدرب احيانا، هبوط مستوى سفيان مو رغم انه افضل صانع
يرملينكو علشان انت ينطرد عنك لاعب تسحب خالد بلوشي اللي مأثر في الفريق وتخيلي يرملينكو. اتصور هبوط العين يعني العين مو بفريق منافس على الدوري، لكن اتصور ان اذا العين خذ الدوري على الدنيا السلام. كابتن احمد، العين مرشح للفوز بلقب الدوري؟ البطوله تبع العين تشوف فريق بعيد 9 نقاط 8 نقاط الحين رجع الفارق 5 نقاط والعين لو حطيته في المنافسه ياخذ الدوري خلاص. انا البطوله تبغى تحطه في قلب المنافسه العين يتغير شكله اكيد. دائما لون الفانيله والشعار يخوف. نعم انا وياك علشان كذي الفرق ممكن عوده العين تخوف. بس لا بس ما العين مو بول العين 5 نقاط الفرق ابو عبد الله. قبل جولتين الفرق كان اكثر مع ان العين تعادل في اكثر من مباراه الفتره الاخيره. انا وياك صعب تحكم قبل مواجهات العين مع فرق القمة. في نقطه مهمه اليوم انا لاحظيتها اليوم، انا اقول لك من المباريات الجايه يرلمنكو بيكون هو يعني اللي بيعمل الفارق. انا شفت اليوم كجسم اعتقد ان خسر بعض الوزن ولعب اليوم كان خفيف ويتحرك بشكل جيد، خاصه الجول اللي سجله وعبد الله يطلع رمضان يكون صايم. صدقني ابو عبد الله ما عبد الله يرفع الضغط عنه. انا شاكر لك تواجدك احمد. الاربع خمس جولات الجايه حدد وبتفتح الافاق اكثر. اما تقول لي اليوم العين مرشح او مش مرشح، انا اقول لك من الان الى الان ما اقدر اقول لك اجزم فريق معين هذا مرشح لبطوله الفوز بلقب الدوري. اكيد اكيد احنا وصلنا للختام. سبع فرق لكن حتى سبع فرق الى الان السبع فرق مش مقنعه، غير مقنعه اطلاقا. اكيد مش مقنعه. تعال قول لي، تعال شوف النتائج، تعال شوف مقتنع بيرملينكو يا رجل. يقول ضعف يرملينكو، لا كان خفيف اليوم. يقول ضعف يرملينكو وصار خفيف وحركات في رمضان بعد بيصير جولة الجاية. احنا وصلنا للختام. شاكر لك تواجدك احمد، شكرا لك تواجدك يا ابو عبد الله، ابو محمد شكرا لك تواجدك في هذه الحلقة. انتظرونا يوم غد في نفس الموعد، الى اللقاء.